طيب بنرحب بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى، وعندنا كلام كتير جدا اكيد. هنتكلم عن ماتش الاهلي والمقاولون، هنتكلم برضو بالتاكيد عن المنتخبات العربيه في المونديال، وهنتكلم عن المونديال بوجه عام. يعني خلينا نرحب بس بضيفنا في البدايه الناقد الرياضي احمد غنيم. بونجور، صباح الخير، صباح الفل نهاوند، وصباح خير عليك يا كريم. صباح الجمال، منورنا في 10 الصبح في الاهلي وتحب نبتدي من ماتش النهارده اهلي ومقاولين، ولا نبتدي من مونديال ونرجع بعديها للماتش الاهلي والمقاولين؟ زي ما تحب يعني. تعال نبتدي بالاهلي والمقاولين من منطلق ان خير البر عاجله والماتش النهارده والاثنين اكيد الفرقتين عندهم حوافز ومش محتاجين نتكلم قوي عن وضع النادي الاهلي، لكن لو هنبص على فريق المقاولين العرب وهو فريق برضو مش سهل ومنظم الى حد كبير، اكيد هو كمان عنده نفس الدوافع اللي موجوده عند النادي الاهلي وعند كل الفرق المشاركه في النسخه دي من الكاس، فكره حلم الوصول، اضعف الايمان للمربع الذهبي، واخذا في الاعتبار على ان ماتشات الكاس هي مباريات اقصائيه، يعني من فرصه واحده ممكن تلاقي نفسك يا خرجت يا تصعدت. شايف الماتش ده هيكون عامل ازاي؟ بالتاكيد طبعا هي مباراه مهمه سواء للنادي الاهلي او للمقاولين العرب، خاصه ان المباراه جايه بعد فتره توقف مش بسيطه. ايوه كانت فتره توقف طويله تحديدا للنادي الاهلي. المقاولين العرب معاه مدرب محنك وخبير هو الكابتن شوقي غريب، ولكن كما ذكرت يا كريم هي مباراه الفرصه الواحده، لانه اللي هيفوز خلاص هيتاهل لنصف النهائي. لكن انا اعتقد ان الاهلي هو الاقرب لتحقيق الانتصار، خاصه ان مارسيل كولر اعتقد سيبدا بافضل العناصر ليه. صح انه بفتقد طبعا واحد مهم جدا هو علي معلول، نظرا طبعا لتواجده حاليا مع منتخب تونس في نهائيات كاس العالم في قطر، ولكن اعتقد ان كولر سيبدا بالتشكيل الاساسي. حتى كان في بعض الكلام انه ممكن علي لطفي او محمد الشناوي، لكن انا اتوقع انه هيبدا بمحمد الشناوي بشكل اساسي، لان الاهلي يريد استعاده البطولات باسرع ما يمكن للتعويض طبعا ما حدث في الموسم الماضي. فانا اتوقع ان شاء الله ان الاهلي هو الاقرب لتحقيق الانتصار. طيب لو اتكلمنا عن كابتن شوقي غريب، لو هنقول الفكر بتاعه مثلا، هل بتتوقع يتكلم او يلعب يعني يتكلم بلغه الكره في الملعب بفكر دفاعي مع مثلا اعتماد على الهجمات المرتده مثلا؟ لانه بيلعب برضو امام النادي الاهلي، وزي ما احنا كنا بنتكلم دي مباراه يعني الشوط الواحد زي ما بتقال. بالتاكيد هو سيعتمد على التكتل الدفاعي هو ثم الهجمات المرتده، واعتقد ان كولر يعني مدرب الاهلي هيعمل الحساب ده بشكل جيد جدا، لان الاهلي يريد تحقيق بطوله. خاصه طبعا هو من شهر تقريبا فاز بكاس السوبر على حساب الزمالك في ابو ظبي، وبالتالي الاهلي يريد استمرار سلسله الانتصارات بالبطولات، ودي بطوله اعتقد في المتناول ان خلاص خطوه خلاص والاهلي يصعد لنصف النهائي. فانا لا يعني صحيح ان هيبقى في تكتل دفاعي من المقاولين، لكن اعتقد لو هدف مبكر من النادي الاهلي سيسهل المهمه بصوره كبيره الى حد كبير. بالتأكيد. صحيح غالبا هيلجا كولر للي شفناه منه في الفتره الاخيره، فكره ان هو عنده يعني تقدر تستنتج انه مدرب عنده نزعه هجوميه او توجه هجومي الى حد ما. تعتقد ان الكلام ده هيحصل في ماتش النهارده من الدقيقه الاولى عشان يحاول النادي الاهلي ان هو ينهي الامور مبكرا؟ انا اتوقع ذلك. وفي الحقيقه انا اريد اشيد بكولر بس في نقطه محدده، طاهر محمد مستواه تطور بصوره كبيره جدا حقيقة في الفتره قليله جدا. كان في بعض الانتقادات لطاهر محمد في الموسم الماضي، لكن الحقيقه منذ وصول كولر هذا اللاعب تطور بصوره كبيره جدا. كريم فؤاد مش عايزين برضه ننساه، حسام حسن طبعا، لا حقيقه في تطور في مستوى بعض لعيب الاهلي. فبالتالي لا يعني الاهلي يعني بس النقطة الوحيدة المتخوف منها بالنسبة للأهلي هو فترة التوقف الطويل. الأهلي حقيقة كان وصل البيك بتاعه، كان وصل جامد جدا، خاصة طبعا كان المستوى الأكبر كان في مباراة الكاس السوبر ضد الزمالك. فنتمنى إن شاء الله إن فترة التوقف دي ما تأثرش سلبيا على الأهلي، وإن هو يحقق الانتصار في مباراة اليوم، وأتوقع إن الأهلي إن شاء الله قادر على ذلك. طيب كويس جدا. لو إحنا بقى فوزنا المقاولون عندك بعد كده سموحة، تمام كده؟ طيب المباراة مع سموحة برضو بتشوف ازاي ممكن تبقى الشكل؟ برضو اعتقد هيبقى نفس الفكر، يعني معظم الفرق اللي في مصر يعني شكل دفاعي برضو مع النادي الاهلي باستثناءات قليله جدا، يعني حتى بيراميدز بنصنفه يعني بين قوسين كفريق كبير برضو بينتج نفس الاسلوب. يعني لا هو بيراميدز حتى الان ما ايوه ما هو فريق كبير طبعا، لا من ناحيه البطولات ليس حتى الان يعني يواجه المقارنه مع الاهلي او الزمالك، يعني هو دايما بيجي الثالث يعني بيبقى الرانكينج يعني لكن بس طبعا بعد الاهلي وبعد الزمالك أكيد يعني. فأعتقد نفس معظم الفرق بتنتج نفس الأسلوب الدفاعي قدام الأهلي، فأنا أتوقع برضه بنفس الأسلوب. بس هو بس الأهلي أهم حاجة قبل ما يفكر في سموحة يفكر في مباراة اليوم، لأن الكابتن شوقي غريب يمتلك خبرات كبيرة جدا، راجل يعني السي في بتاعه قوي جدا طبعًا. مع المنتخبات تحديدا مع منتخبات مصر المختلفة سواء أولمبي شباب أو الناشئين، فلا يعني المباراة دي أنت تكون بالسالفة يعني تخطى بس مباراة اليوم ثم بعد ذلك يفكر بس في بس المقاولون أصعب بتهيألي، يعني الماتش ما فيش ماتش سهل، بس لما نيجي كده نتكلم
بلغه الارقام او بلغه اللغه الفنيه يعني، هتلاقي ان المقاولون لو تعدى منها على بسلاسه او ببساطه زي ما بتقال كده وتحكمت في المباراه من الدقائق الاولى، بتهيألي سموحه مش هتبقى عقبه قوي. بتتفق مع ده ولا بتشوف برضو مباراه سموحه يعني مباراه صعبه؟ لا، هي مباراه اليوم اصعب لسبب، لان هي جايه بعد فتره توقف طويله. الاهلي بقى له حوالي قرب الشهر تقريبا ما بيلعبش مباريات، وده فترة كبيرة جدا توقف، خصوصا ان هو كان يعني بدأ الموسم بشكل جيد جدا، وبالتالي هي تكمن هنا صعوبة المباراة. يؤثر سلبا يعني فترة التوقف يعني انا اتمنى ان لا يؤثر سلبا. انا ما اعرفش طبعا الاحمال البدنية بتتم ازاي في الفترة الماضية مع مارسيل كولر، لكن انا يعني اتمنى ده ما يأثرش على الاهلي، وان هو ان شاء الله يتخطى المقاولين ان شاء الله ويصعد لنصف النهائي ويكمل مشواره في البطولة. هو مبدئيا بالنسبة لسموحة اكيد وقت المباراة هيكون فيه يعني في احتفالات، هي ابتدت بالفعل يمكن من امبارح في نادي سموحه فرحه بعوده المهندس فرج عامر، وكان في كلام يتقال على مكافئات وحاجات زي كده، فهيبقى في حاله نفسيه لطيفه عند لعيبه نادي سموحه اكيد. وبرده عايز ارجع مره ثانيه لفريق المقاولين، والمقاولين طول عمره انجاز التعبير يتقال عليه معمل تفريخ، يعني خرج لنا محمد صلاح، خرج لنا النني، يعني برده من ضمن السمات المعروفة قوي عن أو المعروف بيها نادي المقاولين، فكرة إن هو كل مجموعة من السنوات بس بيطلع لك حد استثنائي. أنت شايف حد ممكن يكون استثنائي تحت قوة المقاولين العرب في الفترة اللي احنا فيها دي؟ لا، الحقيقة المقاولين في آخر كام سنة تحديدا عكس الفترة تحديدا بتاعت المهندس شريف حبيب، تحديدا الفترة طلع فيها محمد صلاح ومحمد النني، لا الفترة دي الوضع مختلف. المقاولين في آخر كام سنة كان بيصارع يعني كان نجا بينجم الهبوط في اوقات. ايه اللي حصل فوصل للمرحله دي واحنا بنتكلم على فريق برضو طول عمره موجود وبثقل وبزخم المعهود في كل المنافسات المحليه؟ كثرة تغيير المدربين ده رقم واحد بشكل اساسي جدا. برضو عدم يعني قطاع الناشئين، برضو صحيح ان قطاع الناشئين بيبقى مهم، لكن انت كفريق عشان عايز على الاقل تبقى حتى في وسط الجدول لابد من تدعيمات. موضوع الميركاتو ده موضوع بقى مهم جدا في عالم كره القدم، الناشئين امر مهم، برشلونه نفسه بيعتمد بصوره كبيره جدا مثلا على سبيل على اكاديميه لمسية، شاهدين بنشوف حاليا مثلا في المونديال بيدري وجافي هذا الثنائي الاقصى من رائع، سواء في خط وسط اسبانيا هو اصلا خريج اكاديميه برشلونه، لكن ليس يعني يتم الاعتماد بصوره كليه. انا بتفاهم طبعا الظروف في بعض مجالس الادارات ظروف ماليه او ما الى ذلك، ولكن يتم الاعتماد بصوره شبه كليه على قطاعات الناشئين ده بيبقى امر غير صحيح وبيؤدي نتائج عكسيه، وده اللي حدث في المقاولين. بلس طبعا كثره تغيير المدربين، يعني المقاولين الموسم الماضي غير اكثر من مدرب، وتم طبعا في النهايه الاستعانه بكابتن شوقي غريب واستطاع ان هو ينجو بيهم، لكن يعني نتمنى ان المقاولين العرب لا يتم كسر تغيير المدربين، لان هذا الامر طبعا بالتاكيد بيأثر بصوره سلبيه. يعني كل لعيب يعني اللعيبه بشكل عام لما في كل مره فكر كل شويه فكر مختلف ده بيأثر وبيعمل حاله من اللخبطه بالنسبه لهم، وقتهم ويولفوا مع المدرب ويتفاجئوا بتغييره. اكيد صحيح، بالظبط بالظبط. طيب نروح للمونديال عشان برضو الملفات كتيرة جدا، وامبارح شفنا مباريات مهمة وشفنا برضو المنتخبات العربية بتلعب، لكن ما شفناش الأداء المرضي قوي من تونس، ربما من السعودية شفنا أداء مرضي لكن نتيجة غير موفقة. خلينا نبدأ يعني منتخب تونس وأستراليا، وما كانش فيه أداء حتى يعني يسعد به الجماهير التونسية أو العربية بصراحة، غير متوقعه برضه. اتفق معاكي، النتيجه صادمه. انا بالنسبه لي اتصدمت امبارح من مستوى تونس. الحقيقه تونس عملت مباراه جيم دفاعي اكتر من رائع ضد منتخب الدنمارك، ومنتخب الدنمارك بالمناسبه منتخب من المصنفين حاليا في على قاره على مستوى اوروبا، منتخب كان تقيل جدا، فان بهذا الشكل وان منتخب تونس يقبل يعني معروف ان قوه منتخب استراليا في وجهه نظري لا يقدم كره قدم، سواء ان هو بيعتمد على يعني القوه البدنيه والقوه الجسمانيه ثم الكرات العرضيه، وده المفروض كان جلال القدري مدرب منتخب تونس كان يعمل حسابه، لكن للاسف لم يتم عمل حسابه والهدف سجل من كره ثابته وكره عرضيه، وبالتالي منتخب تونس حتى لم يستطيع العوده. انا حتى كنت وانا بتفرج على المباراه انا يعني وجهه نظري حتى تونس كانت اتعادلت بالامس، فرصها صعبه جدا للمباراه القادمه بالنسبه ليها فرنسا. فللاسف الشديد تونس اقرب العرب حاليا سترافق يعني ترافق قطر للخروج يعني بشكل مبكر من كاس العالم. طيب السعوديه بقى وضعها ايه؟ احنا شفنا اداء استثنائي وشفنا نتيجه غير متوقعه بالمره، نتج عنها فرح بلدي كبير اتنصب في العالم العربي كله طبعا فرحه بالاداء والنتيجه اللي عملوها او اللي حققها المنتخب السعودي. جينا مع الماتش الثاني ليهم شفنا برضو اداء محترم جدا وشفنا تكتيك ملموس في ارضيه الملعب، ولكن هنرجع ونقول اليوم ما كانش يومهم وخسروا اللقاء الثاني. انت شايف ان لسه في فرصه امام السعوديه اخدم في الاعتبار ان هم هيلعبوا مع المكسيك اللقاء القادم؟
انا عايز اقول لك الكريم، انا كنت متوقع النتيجه دي، ما كنتش مستغربها قدام بولندا، لان منتخب بولندا ليس منتخب الارجنتين. منتخب الارجنتين بيهاجم بصوره دايمه، صحيح ان هو ليس حاليا في افضل المستويات، لكن هو من نوعيه المنتخبات اللي بتهاجم بصوره دايمه، وبالتالي منتخب السعوديه هو اللي كان بينتظر وبيعتمد على اخطاء منتخب الارجنتين على عكس منتخب بولندا. منتخب بولندا عنده خط دفاع قوي جدا، صحيح ان المنتخب السعودي اخترقه وحصل على ركله الجزاء، لكن يعني الدوسري حقيقه يعني ركلة الجزاء، هو كان بيتعامل مع حارس متمرس جدا في ركلات الجزاء، هو تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، متمرس جدا في ركلات الجزاء، وبالتالي كان المفروض يسددها بشكل اقوى من كده وفي زاويه ابعد من اللي هي كانت قرب منتصف المرمى. بالفعل كان في المتناول، وبالتالي منتخب بولندا لعب على نقاط قوته واستغل نقاط الضعف اللي في خط الدفاع المنتخب السعودي، ومستغل طبعا تحديدا غياب سلمان الفرج. غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي اثر بصوره كبيره جدا في عمليه وسط الملعب وفي عمليه صناعه اللعب في المنتخب السعودي. طبعا ليفاندوفسكي انهى عقدته بالامس اخيرا وسجل اول هدف. أول هدف في هي فعلا عقدته كان في ايه في ليفاندوفسكي؟ مش مفهوم يعني. في 2018 ثلاث مباريات لم يسجل، المباراه الاولى ضد المكسيك في هذا المونديال اضاع ضربه جزاء، وبالتالي وحس الموضوع يعني هو لو حسم على خلاص يعني. يعني تحس ان يعني في حاجه فعلا ما كانتش مفهومه يعني الموضوع كان نحس، مع انه كان قبل كده رائع جدا وتالق جدا وناس كانت بتتكلم عليه، زي ما كانت بتتكلم مثلا عن مين في بدايته، مثلا خليني اقول لك كريستيانو او ما اعرفش يعني في كتير. هو ليفاندوفسكي واحد من اعظم المهاجمين اليوم في تاريخ الكوره، بنتكلم حاليا على لاعب تجاوز 600 هدف في مسيرته، وليه خصوصيه يعني حتى في جريته في مشيته في يعني ليه كاريزما خاصه جدا وليه خصوصيه كلاعب. انت بتشوف اوجه التفرد اللي فيه ايه هي؟ انه بيسجل من يعني الناس كلها مثلا تبقى شايفه ان الكوره يعني في اماكن صعبه جدا، هو بيتحرك بطريقه جميله. لو شفنا الهدف الاول التحرك بتاعه كان اكتر من رائع، رغم ان الزاويه يعني هو المفروض كان يحطها في المرمى، رغم ان الكره بعدت عنه، لكن هو تحرك بذكاء وشاف زيلينسكي لاعب بولندا ونجم نابولي وازاي يعني بصها له بصوره رائعه جدا، وزيلينسكي حطها الهدف الاول. الهدف الثاني هو كان متوقع ان عبد الاله الملك هيغلط، واضح جدا، وده طبعا خبره كبيره جدا، لاعب دول فعلا المهاجمين اللي فعلا وزنهم ذهب، لان هو كان متوقع ان عبد الاله الملك هيغلط، وبالفعل غلط وسجل الهدف الثاني. طبعا بكائه ده هو فسره امبارح بعد المباراه وقال انا كنت مضغوط كبيره جدا، كان من احلام حياتي ان انا كنت اسجل في كاس العالم. ومنتخب بولندا حاليا هو بيعتبر متصدر المجموعه وفرصته كبيره جدا في التاهل، صحيح ان المباراه المقبله ليه طبعا ضد المنتخب الارجنتيني، لكن قدامه فرصه ومباراه السعوديه والمكسيك مباراه ليست بالسهله، لان والمانيا وفرنسا برضه هيبقى يعني اعتقد برضه هتبقى قويه جدا. المانيا واسبانيا اليوم سوري المانيا واسبانيا هتبقى برضه من المباريات المتوقعه ان انت يعني هتشوف شغل المباراه اليوم هولندا هتبقى حاجه يعني بتهيألي برضه قصه ثانيه خالص. بس لغايه دلوقتي يعني اللغط الكبير والجدل الواسع اللي اثير مؤخرا حول المنتخب الالماني اكبر بكثير من اللي شفناه اصلا من لعيبه المنتخب الالماني في ارضيه الملعب. والله هو يعني هذا اللغط يعني في يعني عارف في زوبعه كده وفي الاخر مش شايفين لها اماره كرويه يعني على الارض. وللاسف برضو حتى يعني كان في بدايه البطوله طبعا كان الجانب السياسي كان ضاغط جدا لاسباب كثيره جدا يعني لن ندخل فيها. المنتخب الالماني لان طبعا مانو نور الحارس بتاعه منع من ارتداء شاره وان لاف، وبالتالي طبعا هم شافوا ان هم يعملوا هذا الاعتراض ان هم حطوا ايديهم على بقهم ما الى ذلك، والناس طبعا ربطت بعد كده بالهزيمه. وبرضو اللقطه بتاعت الوزيره الالمانيه وبالمناسبه مش الوزيره الالمانيه بس، وزيره خارجيه بلجيكا برضه ظهر بنفس الشاره، ومرتين بالمناسبه انفانتينو جاني انفانتينو اتصور معاهم. وانا عندي سؤال بس يعني ده مش موضوعنا، بس هو اشمعنى المونديال ده اللي الناس مركزه قوي بقى على الموضوع ده؟ يعني دوله اسلاميه يعني انا مش فاهمه، يعني ما كانش في روسيا الموضوع كده بهذا الانتشار؟ رغم ان روسيا متمسكين جدا مع انهم زينا على فكره هم زينا لسه كان في امبارح مسيره قبضوا على ناس، فيعني انا مش فاهمه هو الموضوع بقى امر واقع او فرض علينا يعني بيحاولوا يخلوه امر واقع فعلا. يعني الموضوع بصراحه مستفز يعني. يعني انا على المستوى الشخصي احترم حريتك، انا ما عنديش اي لكن ما تفرضهاش بقى عليا وتحترم قوانيني لما تيجي عندي، زي ما انا لما بروح عندك وبخالف قوانين بتاعتك انت هو في اكتر يعني محاوله اختراق اكتر من ان يبقى اكبر شركه في العالم، شركه تاريخيه في انتاج افلام الكرتون للاطفال يقولوها لك ووش كده ان اعملوا حسابكم ما معناه ان ابتداء مش عارف من امتى. نص الشخصيات دي هتبقى
ينطبق عليها الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، وفي اكثر من كده محاوله لفرض يعني نمط حياه معين. فهو طبعا يعني المنتخب الالماني رناس رابط، لكن منتخب المانيا لو نظرنا لمباراه اليابان تحديدا في الشوط الاول هو برضه نفس سيناريو الارجنتين والسعوديه، اضاع فرص كثيره جدا وبالتالي اليابان حوالي لعبت اخر 25 دقيقه بشكل رائع جدا واستطاعت تسجيل هدفين. المانيا اليوم مباراه حياه او موت بالنسبه ليها طبعا. لا بديل سوى الفوز، اي نتيجه اخرى، لان خاصه ان بعد قليل اليابان هتلعب ضد كوستاريكا واليابان مرشحه لتحقيق 3 نقاط اخرى وبالتالي يكون لديها 6 نقاط. فأي نتيجة لألمانيا غير الفوز، ألمانيا ستكرر كارثة مونديال 2018 وتخرج من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي. ده هتبقى حاجة غريبة جدا. أنا بصراحة أنا ما كنتش متوقعة خالص، يعني أنا كنت متوقع ألمانيا وأسبانيا وكنت بقول مين الأول ومين تاني، لكن بالزبط. ألمانيا تخرج من دور المجموعات والفريق اللي معاها ده الحقيقة هتبقى بمثابة نكسة كروية للكرة الألمانية بكل ما تحمل الكلمة. ما قلنا من أول ما انطلق المونديال نركز في الكورة ونسيبنا من الشعارات والحاجات وخلينا. بالمناسبة ده اللي قاله كريم هانز فليك بالأمس لما سألوه برضو تاني، يعني برضو بعض الصحفيين الألمان سألوه تاني في نفس الموضوع أنتوا هتعملوا، قال لهم أنا مش هتكلم في القصة دي تاني وهركز في كرة القدم. نتمنى أن يتم التركيز في كرة القدم، هذه أمور سياسية وأمور كلها من يعني مع احترامي الشديد يعني ما يعني مش عايزين ندخلها. وصحيح أن الفيفا يعني برضو يعني رضخ للأسف برضو مؤخرا للضغوطات الغربية وتم السماح بدخول أعلام المثليين دخلت المدرجات. أنا شفت مشجع هولندي كان لابس 6 تقريبا. يعني يا حول الله يا رب. على فكرة في هذا الإطار في هذا الصدد لازم تتقال كلمة حق، كل التحية لدولة قطر على تمسكها بقوانينها وأعرفنا وشريعتنا الإسلامية وتمسكها يعني، لان هي الحقيقه نقدر نقول ان هي تعرضت في الفتره الاخيره لحمله عالميه شرسه جدا. ضغوط كبيره جدا يا كريم، ضغوط كبيره جدا. هو صحيح بقول لك ان الفيفا للاسف الشديد سمح بدخول كان بدايه من مباراه ويلز وايران واستمرت في مباراه هولندا وظهرت في مباريات اخرى، طبعا ليس بصوره كبيره، لكن يعني الصور اللي كنا بنشوفها على وكالات الانباء كان في ناس فعلا دخلوا. فنتمنى خلاص بقى الموضوع ده يتقفل ونركز في كاس العالم، لان كاس العالم يعني خلاص الادوار الجديه هتبدا بقى خلاص من مرحله النسخه دي استثنائيه يا اخي على كل الاصعده، يعني لاسباب كتير النسخه دي استثنائيه بالفعل. اخر نسخه خلاص ب 32 منتخب، اخر نسخه اعتقد ستنظم في دوله واحده، لان من 2026 هيبقى 48 منتخب، صعب جدا دوله واحده تنظمها. وهنا اريد الاشاره لتصريحات اشرف الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المصري، قال ان احنا بنفكر بالفعل ان احنا ننظم نشترك في تنظيم 2030 او 2034، لسه مش عارفين الدنيا تمشي ازاي. واعتقد فعلا ان تنظيم اكثر من دوله يعطي الفرصه لمصر ان شاء الله انها تنال شرف تنظيم مباراه كاس العالم باذن الله في المستقبل. يا رب نبقى بس يعني موجودين، انا بتمنى بجد بكلمك بجد، ده ليس تقليلا، انا بقول لك ليه نبقى موجودين، علشان نحضر حاجه كبيره زي كده بتحصل في بلدنا كانت بعيده جدا ان انت حتى تفكر فيها، فاهم قصدي؟ انا بتكلم بجد والله. طيب انا عايزه اروح معاك لنقطه مهمه جدا في المونديال دي او المونديال ده يعني لاحظناها، هي فكره الاصابات والغيابات الكتيره، واللي البعض توقع من على اثرها ان هيبقى المنتخبات اللي هي هيبقى فيها اكبر عدد اصابات او غيابات هتاثر بشكل كبير. كان منهم مثلا فرنسا، الناس كلها قالت لك فرنسا كده خلاص احنا يعني هنستبعد ان هي اصلا هتكمل وهتصعد وغيره، لكن امبارح بصراحه فاجئتنا. لو هنيجي نتكلم برضو عن البرازيل، نيمار لسه كان عنده اصابه كبيره جدا، والله اعلم هيشارك بعد كده ولا لا. يعني في اصابات لنجوم كبيره، في نجوم ما شاركوش اصلا، فأماني طبعا من البداية. يعني خلينا نعرف ده مدى تأثيره تفتكر على المنتخبات. هو يمكن يعني النقطة السلبية الوحيدة فيما يخص إقامة المونديال في منتصف النصف هي نقطة الإصابات، لأن كانت رزنامة المباريات كانت كبيرة جدا مضغوطة في الدوريات الأوروبية تحديدا في شهر أكتوبر وبدايات شهر نوفمبر، يعني بدايات شهر نوفمبر الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي اتوقفوا يوم الاحد قبل الماضي قبل المونديال بثمان ايام. في منتخبات لم تاخد اي مباريات وديه مثل منتخب الانجليزي على سبيل المثال، مثل حتى المنتخب الالماني، وبالتالي الاستعدادات لم تكن بصوره جيده بصوره كبيره جدا. ده رزنامه المباريات دي ضغطت بصوره كبيره جدا اللاعبين، مهما كانت التقدم العلمي والتقني في مساله الاستشفاء والتدريبات البدنيه بالتاكيد. عشان كده كانوا معترضين على التوقيت بتاع كاس العالم، قال لك ما نعمله في نفس ميعاده شهر 6 واحنا مالنا ندفع الثمن. طبعا في قطر يبقى استحاله، لا ده هم اللي هيزعلوا. انا قلت الكلام ده قبل كده، يعني احنا متعودين على الجو ده، لكن هم كانوا ده بالتاكيد. فيعني هي ودي يمكن النقطه الوحيده فيما يخص التوقيت. تلاقي منتخبات زي السويد بيسيحوا بين كده في ارضيه الملعب. السويد والدنمارك السويد والدنمارك الدول الاسكندنافيه بالنسبه لهم يعني بس كتير من المنتخبات الاوروبيه تضررت من التوقيت اللي اقيمت فيه الفعاليات. قال لك يعني ان هو جاي في منتصف الموسم الاوروبي وده هيبقى له انعكاسات غير طيبه على الفرق.
ما هو ده كما ذكرت ليك يا كريم، ده النقطه السلبيه الوحيده بالنسبه ليهم ان المونديال اقيم في نصف الموسم، ان هم ضغطوا الرزنامه لان هم يريدون انهاء المسابقات الاوروبيه في اواخر شهر مايو، والتشامبيونز ليج هيخلص في 10 يونيو، وبالتالي يبداوا الموسم المقبل بصوره طبيعيه عشان بعد كده ترجع الدنيا زي ما هم متعودين عليها من سنين طويله يعني. فدي بس النقطه السلبيه الوحيده. افتقدنا صحيح عدد نجوم مثل كريم بنزيما، مثل ساديو ماني، لوكاس هرنانديز ظهير في منتخب فرنسا، هو اكثر منتخب يعني سيء الحظ فيما يخص الاصابات. لوكاس هرنانديز جاله رباط صليبي، وكان في تقارير صحفيه انه كان بيفكر في اعتزال كره القدم نهائيا بعد الاصابه اللي اتعرض ليها ضد استراليا، لكن والدته اقنعته ان هو لا يعني لا يفكر في ذلك، وان هو يستعيد عافيته ويعود مره اخرى للعب مع بايرن ميونخ. فهي دي يمكن النقطه السلبيه الوحيده. غير ذلك المونديال انا في وجهه نظري مرضي، لا اقول ان المونديال ممتع، حتى يعني في مباريات برضو بعض المباريات يعني مستوى بتاعها متوسط، لكن بشكل عام المونديال فيه اثاره كبيره. اتمنى ان السعوديه والمغرب تحديدا يكون لديهم فرصة كبيرة جدا. المغرب اليوم لديهم مباراة صعبة جدا ضد بلجيكا طبعا. لو استطاعت تحقيق نتيجة إيجابية، لا أريد يعني لا أقول الفوز، لكن على الأقل لو التعادل المغرب أكون قدامها فرصة كبيرة جدا للعبور إلى ثمنها، خاصة إن الجولة الأخيرة ليها هتكون ضد كندا بإذن الله. حلو جدا. احنا هنروح فاصل سريع ولسه حديثنا معاك مستمر، فيه لسه عندنا بقى مجموعات كتيرة جدا هنتكلم فيها، فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا المونديالية مع الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي اللي اسعدنا بوجوده كريم معانا في حلقتنا النهارده، ونرجع بقى نكمل كلامنا في المونديال. ويعني في ضوء اللي حضرتك شفته لغايه النهارده، الماتشات اللي انت تابعتها، وانا متاكد انك تابعت كل الماتشات، هل كان في مفاجاه مدويه بالنسبه لك في منتخب معين كنت متخيل انه من اول ما هينزل هيولع الدنيا ولقيت العكس او العكس؟ منتخبين كنت متوقع بدايتهم اقوى من كده، الارجنتين والمانيا. بدايه بتاعتهم طبعا كانت مخيبه جدا بالنسبه لجماهيرهم، لكن المفاجاه كانت كبيره جدا اكيد طبعا، كانت سعيده جدا بالنسبه لنا جماهير عربيه. منتخب السعودي الحقيقه ما كنتش متوقع ده للمنتخب السعودي، عشان برضه اكون امين مع الساده المشاهدين، كنت متوقع انه ممكن يقدم مستويات جدا لانه معاه مدرب محنك هو الثعلب طبعا هيرفي رينار، لكن ان هو يكون يفوز على الارجنتين هذا الفوز التاريخي ويقدم هذا المستوى الاقصى من رائع ضد بولندا رغم بعض الهفوات الصغيره اللي تسببت فيه هزيمته بالامس، يعني الحقيقه ما كنتش متوقع ده الحقيقه. لكن كبدايات يعني صادمه بالنسبه لي الارجنتين المانيا، والبدايات السعيده بالنسبه لي طبعا هي السعوديه وايضا منتخب غانا رغم خسارته ضد البرتغال، لكن قدم مباراه اكثر من رائعه. كنت متوقع مستوى السنغال هيقدم مستويات جيده، الاسبانيا كنت متوقع بدايتها قويه، البرازيل كنت متوقع، لكن كل هذه البدايات مع يعني في الاول في الاخر بقى في الادوار الاقصائيه يعني في الادوار الاقصائيه الوضع هيختلف بصوره كبيره جدا، ان هي بتبقى مباراه خروج مغلوب وبتلعب ممكن تلعب يعني على اجزاء صغيره جدا، واخطاء هتكون صعبه جدا ممكن تكلف فرقها يعني الفرق كبيره جدا مثل البرازيل مثلا، ممكن نفاجئ ان هي لن تكمل البطوله بسبب مثلا خطا او ما الى ذلك، او مباراه ليسوا موفقين فيها ممكن تخرج، رغم ان البرازيل مرشحه بصوره كبيره جدا لتحقيق اللقب. وبالتالي المستوى يعني البرازيل او مثلا اسبانيا رغم المستويات الرائعه، لكن المحق الحقيقي هكون بدايه من مرحله الثمن النهائي باذن الله. طيب استاذ احمد هنروح بس كده سريعا دلوقتي لمراسلنا العزيز كريم احمد عشان ناخد كده ايه الابديتس الاخيره واخر يعني المستجدات والكواليس قبل مباراه الاهلي والمقاولون العرب طبعا من فندق الاقامه دلوقتي هو متواجد. يا كريم بونجور عليك، صباح الفل وصباح النصر باذن الله كده، وطمنا على الاجواء عندك وطمنا على الاستعدادات وقول لنا اخر الاخبار والكواليس، خلينا نعرف منك. يعني في البدايه كل التحيه والتقدير ليكي طبعا زميلتي العزيزه نهاوند، وايضا زميلي العزيز كريم والناقد الرياضي الاستاذ احمد غنيم، يعني في اشتياق الكل الحقيقه زميلتي نهاوند زميلي كريم لمشاهده النادي الاهلي رغم بطوله كاس العالم والمباريات القويه جدا، لكن يعني النادي الاهلي ومبارياته وجمهوره ليه طعم بشكل كبير جدا مختلف. احنا عارفين النادي الاهلي كان ادى اداء مميز جدا قبل طبعا فتره التوقف بسبب طبعا مؤتمر المناخ، فالكل في اشتياق ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي الحقيقه مع الجهاز الفني كانت في استفادات كبيره جدا خلال الفتره الماضيه، يعني نصل ل 25 يوم توقف، كل الامور اللي اقدر اقول لك عليها للجهاز الفني اشتغل عليها، الجانب النفسي كان في شغل كبير جدا، الخططي التكتيك تحفيز الجمل كل الامور دي الحقيقه مستر مارسيل كولر بخبرته الكبيره جدا وبرؤيته الحقيقه الصائبه، لان هو كمان يعني في امور بنتكلم عليها طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ان الحاجات دي ما بتطلعش غير من خلالنا، كل لاعب بشكل فردي الراجل بيشتغل على كل القصور اللي عنده، يعني لو في اي لعيب عنده زياده مهاره عنده بعض الامور شويه بيحاول يشتغل معاها بشكل فردي، الامور دي الحقيقه يعني بتدي طمانينه بشكل كبير جدا
جدا ان الجهاز الفني بالكامل بيطور بشكل كبير وعايز يحقق كل البطولات وكل الانتصارات، فان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي على ادائه المميز جدا خلال هذه الفتره. انطلاقه النهارده مباراه اليوم المقاولون ربع نهائي كاس مصر موسم 2021 2022، مباراه فيها تحدي كبير، مباراه الكاس مختلفه بشكل كبير جدا، فيمكن ده اللي بياكد عليه الجهاز الفني، التركيز من اول دقيقه، الضغط، كل الامور طبعا والمتابعات الخاصه بالهايلايتس. الحقيقه يمكن الفتره اللي فاتت او 48 ساعه تحديدا الماضيه كان في تركيز كبير جدا على مشاهدات الفيديو، نقاط القوه والضعف. مباراه الكاس محتاجه عزيمه، محتاجه قلب، محتاجه مجهود، وان شاء الله باذن الله لعبتنا كالعاده تكون على قدر المسؤوليه ويفرحها كل جمهور النادي الاهلي ونرجع من جديد لسلسله الانتصارات كالعاده. زميلتي نهاوند، زميلي كريم في فندق الاقامه، الاجواء طيبه جدا الحقيقه هنا في فندق الاقامه، تركيز كبير، تعرف المباراه هتكون في الخامسه عصرا، فيمكن الجدول مختلف شويه، يعني كان فطار الصباحي كان 9:30 هيكون وجبه الغداء واحده ظهرا، 2:30 هتكون المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه، على ان يتوجه فريق النادي الاهلي الى استاد الاهلي طبعا من مدينه السلام في تمام الثالثه ان شاء الله قبل المباراه بساعه ونصف او بساعتين ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. اصابات كانت متواجده ايضا، كمان لاعبين بيعودوا بشكل كبير كنا محتاجينهم، على راسهم ديانج ومنعم وحمدي فتحي والسوليه اللي اعلنوا جاهزيتهم بشكل كبير جدا من خلال التدريبات، خدوا تدريبات جزئيه بشكل الفتره اللي فاتت يعني جزئي شويه، ثم بعد كده شاركوا في التدريبات الجماعيه فكان الاطمئنان كامل. عدد من اللعيبه تالقوا، بيرسي تاو والحقيقه كان بيأدي اداء مميز واستعاد فورمته، وبنتمنى ان احنا نشوف فورمته الكبيره النهارده في هذه المباراه. حسين الشحات، كل اللعيبه الحقيقه يعني عندها الشغف الكبير جدا، ان شاء الله النهارده تكون انطلاقه جيده ويحقق النادي الاهلي فوز مهم جدا في بطوله كاس مصر. رائع جدا، يعني انت كمان طمنت لي عن اللعيبه كريم، دي نقطه مهمه جدا، احنا كنا عايزين كمان نطمن عن اللعيبه، لكن خليني برضو اروح معاك وعايزه اطمن لنقطه معينه انت حتى دلوقتي اتكلمت عنها، هي فكره فتره التوقف طبعا اللي اكيد كبيره وكنا بنتناقش مع استاذ احمد كمان هنا عنها، ربما هي تبقى نقطه سلبيه ونقطه ايجابيه على حسب اللعب النهارده اللي هنشوفه هيثبت هذا الكلام، لكن طمنا يعني الاستعدادات قد ايه من الناحيه الفنيه كمان مش بس الناحيه النفسيه، لان انت عارف فتره التوقف الطويله دي ربما تؤثر بشكل ليس إيجابي، فعايزين نطمن دلوقتي المتابعين ونطمن الجماهير بتاعت النادي الأهلي. يعني هقدر اقول لك الخبرات الكبيره اللي بيتميز بيها الجهاز الفني وتحديدا مستر مارسيل كورا، يعني في تنويع التدريبات، يعني اللعيب اللي بيمل لما بيكون التدريبات على طول كل يوم نفس التدريب كل يوم نفس التقسيمه، لكن في تنوع بشكل كبير جدا في التدريب، تصحيح الاخطاء ده كان دور مهم جدا. يمكن تابعنا خلال الايام الماضيه بعض التدريبات المنفرده، يمكن ناس قالت لك مستر مارسيل عامل جهاز جديد بيحاول ان هو يوصل فكر اللعيبه، بيحاول ان هو يطور الاداء، فيمكن الايجابيه الكبيره جدا كانت لشقين، شق عوده اللاعبين المصابين، وايضا كمان يكون في فرصه كبيره مستر مارسيل ان هو يوصل فكره للاعيبه النادي الاهلي ان هو يحاول يصحح الاخطاء. الراجل بيركز بشكل كبير على الضغط، على ازاي ما تيأس من الضغط الكبير، الفراوده ركز معاهم بشكل كبير جدا على انهاء الفرص، الهجمات، التمركزات، كل الامور دي كانت ايجابيه بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي. اما بتلاقي اللعيبه كمان في تعطش كبير، في ضحك، في تهريج، وفي تركيز في نفس الوقت، تعرف ان لعيبه النادي الاهلي يعني عندها تعطش كبير جدا لهذه المرحله. الملل بيكون موجود زي ما باكد لك زميلتي الهواند من التدريبات المستمره اللي خلاص نوعيه واحده من التدريبات، الامر ده يمكن كنا شفناه قبل كده، لكن الحقيقه مع الجهاز الفني في تنوع كبير جدا، عشان كده املنا كبير، ثقتنا كبيره جدا في لعيبتنا النهارده. الدور الفني كان مهم جدا مع مستر كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، اللي بتمنى له يكون موفق في اختيار التشكيل في ادارته على مدار ال 90 دقيقه، ويا رب ان شاء الله يكون يوم نصر لفريق النادي الاهلي النهارده. رائع جدا، احنا ان شاء الله متفائلين يا كريم، وتحياتنا طبعا لو قابلت اللعيبه مره ثانيه دلوقتي قبل المباراه تسلم لنا عليهم وتقول لهم يعني تقول لهم كلنا في الانتظار باذن الله المباراه القويه والكامباك اللي بيتقال عليه، يعني تبقى ضربه بدايه ايضا موفقه. اي استفسار يا باشا؟ انا زي الفل، انا زي الفل، والحقيقه كريم كالعاده ما بيسيبناش اي ثغره ولا اي فرصه ان احنا نسال سؤال، لان دايما الحقيقه تغطياته هو وكل زملائه وزميلاته. شكرا جدا زميلنا العزيز المتالق حقيقي كريم احمد، ويمكن استاذ احمد هو يعني ركز كمان على نقطه مهمه جدا اتكلمنا عنها، وهي فكره بعد 20 يوم تقريبا توقف الفريق هيبقى مستواه عامل ازاي، الاستعدادات الى اي مدى هم على قدر كبير منها، يمكن طمنا كمان على النقطه دي، اعتقد نقطه كانت مهمه جدا. بالتاكيد نقطه مهمه جدا ان فتره التوقف فعلا كانت ليست بالقصيره، بعد بدايه موسم كانت قويه جدا للنادي الاهلي، انتصارات متتاليه، تحقيق لقب السوبر، لقب كان مهم جدا في يعني هيعطل حاله الفوران اللي كانت حاصله. اه طبعا، لان انت الانتصار بيجيب انتصار والحاله طبعا البدنيه بتبقى ممتازه، دي اي مدير فني كده في العالم. برضو الامر ما يخلاش في بعض الاحيان بتبقى توقفات، بس لو ما كانتش طالت بشكل مبالغ فيه، يعني ممكن تبقى برضه فرصة للاستشفاء، فرصة للاسترخاء، فرصة لإعادة النظر وترتيب الأوراق، يعني في بعض الأحيان التوقفات بتجيب نتيجة إيجابية.
خاصة لو النتائج لا قدر الله ما بتبقاش كويسة بالنسبة طبعًا. لأي مدير فني الفورمالة دي مطلوبة وقتها جدا جدا. يعني في أندية مثلا في أوروبا ليفربول على سبيل المثال بالنسبة له دي أحسن حاجة حصلت ليه يعني من أكتر المستفيدين من فترة توقف بسبب كأس العالم لأن هو يعني مثلا على سبيل المثال تهيكو كانت سيئة جدا في البريمير ليج وبالتالي هو كان محتاج ذلك. ورغم ذلك برضو أنا واثق لأن مارسيل كولر واضح إنه بيشتغل بالاسلوب البدني التحتيه ده مهم جدا في كره القدم حال الحديثه عامل بدني مهم جدا. فواضح من كلام ان هو يعني لا ان شاء الله باذن الله الاهلي سيتخطى هذه فتره التوقف وقادر ان هو يحقق الفوز في مباراه اليوم ويتاهل نصف النهائي باذن الله ان شاء الله. جميل. طيب نرجع بقى نكمل دردشتنا في المونديال وكنت عايز يعني اسالك على يعني دايما مع كل نسخه من نسخ مش بس المونديال الحقيقه اي بطوله كبيره لازم يكون في دايما حصان اسود قادم بسرعه البرق ومن بعيد وبيكون عاده لو بنتكلم على كاس العالم يبقى منتخب محدش وقف عنده كتير فبالتالي محدش متوقع انه ممكن يوصل لمراحل متقدمه. هل المواصفات دي تنطبق على اي منتخب من المشاركين في النسخه دي؟ والله يعني لازم ننتظر حتى نهايه مرحله المجموعات لكن بشكل مبدئي وطبقا لما انا شاهدته في الجوله الاولى تحديدا هناك منتخبين الاكوادور حقيقه مفاجاه كبيره جدا بالنسبه ليا. صحيح ان كانت في تصفيات امريكا الجنوبيه البرازيل ما فازتش عليها ولا الارجنتين لكن ان هي تفوز على قطر في الافتتاح وما يهمهاش الاجواء والضغط الجماهيري وان هي كانت افضل من هولندا. يعني انا في وجهه نظري الاكوادور كانت اقرب من هولندا تحقيق الانتصار وهولندا هي من نجت بهذا التعادل 1-1 فاكوادور ممكن يكون حصان اسود بس يعني قدامه مباراه صعبه جدا ضد السنغال هنشوف مين اللي هيتاهل منهم لان هولندا اعتقد هي اللي اقرب للفوز على قطر وتصدر المجموعه والتاهل. اليابان ايضا اليابان كانت مفاجاه كبيره جدا ان هي تفوز على المانيا هذا البلد العريق في كره القدم 4 كاس عالم وبالتالي دي كانت مفاجاه ايضا بصوره كبيره جدا. دول المنتخبين حتى الان بشكل مبدئي لكن علينا ننتظر دور المجموعات ونشوف مين اللي هيتاهل وساعتها ممكن نقول مين حصان اسود مش مين حصان اسود لكن بشكل مبدئي بالنسبه ليا اليابان والاكوادور. اليابان انا حاسه ان هي يعني عامله شغل كويس جدا واليابان كانت مش من المنتخبات خالص ان الناس قالت لك اصلا او ترشحها او تتوقع منها اي حاجه صح؟ ده حقيقي. لا بس فعلا في كده تحس لا في امل كبير جدا على فكره ممكن فعلا يتاهلوا بشكل كبير وبيعملوا في صمت الى حد كبير هو طبيعه الشعب الياباني كده يعني هو شعب مختلف بصراحه يعني شفت حتى اللقطات لما خلصوا اليوم بتاع المدرجات حاجه يعني ده حقيقي. اليابان منتخب جماعي بصوره كبيره جدا. اليابان بالمناسبه كان اول منتخب من فتره من حوالي اكتر من شهر يعلن القائمه النهائيه لكاس العالم. واضح ان المدير الفني كان مستقر وعارف هو عايز ايه يعني ما فيش لا قائمه اوليه ثم لا هو كان معلن القائمه النهائيه من حوالي اكتر من شهر وكان القائمه النهائيه كلها كانت معلنه بصوره نهائيه. فمنتخب واضح انه كان دارس وبعدين هو استفاد من محترفين اليابانيين في البوندز ليجا اللاعبين اللي هم سجلوا الهدفين بتوع اليابان ضد المانيا الاثنين بيلعبوا في الدوري الالماني طبعا عندهم خبايا كبيره جدا للكره الالمانيه وده استفاد منه بصوره كبيره جدا. امامه بعد قليل مباراه حاسمه ضد كوستاريكا لو فاز بيها بنسبه 90% اليابان اقرب ولو اسبانيا تعادلت مع المانيا يبقى خلاص يبقى اسبانيا واليابان هم من سيتاهلان على هذه المجموعه الى ثمن النهائي. من الماتشات اللي كانت شويه غريبه من وجهه نظر ناس كتير تابعتها ماتش امريكا وانجلترا نهاوند في ناس كتير كانت متخيله ان يعني ايه مفيش اصلا مقارنه وان انجلترا هي اللي هتتسيد المباراه من اول لحظه شفنا العكس امريكا كانت عامله شغل حلو. ده حقيقي بالعكس امريكا كمان في وجهه نظري كانت ممكن تخطف الانتصار في المباراه. بالمناسبه انجلترا عندها عقده اسمها امريكا في كاس العالم عمرها ما كسبت امريكا في كاس العالم خالص ويمكن اول غريبه دي سنه كاس يعني انجلترا بزخامها بتاريخها وامريكا كره القدم فيها تعتبر الى حد ما بشكل مجازي يعني لعبه او رياضه وليده يعني كانت في مشاركه انجلترا التاريخيه كريم سنه 1950 كان اول كاس عالم بعد الحرب العالميه الثانيه وكده انجلترا غابت من امريكا وكانت مفاجاه للعالم كله ان هو مهد كره القدم الغالب من بلد طبعا كان كره القدم اصلا ساعتها يعني مفيش شهره تقريبا خالص في الولايات المتحده الامريكيه طبعا الكره دلوقتي اتغيرت في امريكا وبقى بيجذبوا استثمارات كبيره جدا وبيستقطبوا نجوم ويعني وما الى ذلك حتى في ثقافتهم الشعبيه بقى ابتدينا زي ما يعني من قديم الازل كل بلوك عمارات لازم تلاقي فيه ملاعب كره سله ابتدت مؤخرا تبقى في برضه ملاعب كره قدم الدنيا اتغيرت وده طبعا برضه ده توجه يعني استراتيجي للحكومه الامريكيه انهم عايزين يقتحموا مجال كره القدم لاسباب طبعا اسباب سياسيه وانهم شايفين ممكن يستخدموها لامور سياسيه وما الى ذلك فبالتالي كنت لا النتيجه ما استغربتهاش خالص لان انجلترا الفوز على ايران ما كانتش في المباراه الاولى ما كانتش مركزه كانوا داخلين مركزين في الاحتياجات وما رددوش النشيد الوطني بتاع بلادهم طبعا واضح ان متاثرين بالاحتياجات والظروف السياسيه اللي في إيران. لكن واضح يعني المباراه المقبله بالمناسبه هتبقى بين ايران وامريكا هتبقى مباراه
اكتر مباراه كره القدم وكل ما تحمل الكلمه من معنى. فعلا يعني هتبقى مباراه تقيله. يعني انت بتشوف مثلا مباراه يعني منتخب ايران قد ايه مثلا، بتديه كم في الميه كقوه كاستعداد؟ منتخب ايران الحقيقه فاجئني، وكارلوس كيروش الحقيقه المدرب البرتغالي فاجئني الحقيقه في قدام ويلز. كنت متوقع ان ويلز هي الاقرب لتحقيق الفوز يعني بالنظر لما حدث في المباراه الاولى، لكن ان ايران هي اللي كانت اكثر جديه لتحقيق الفوز، وان هي تفوز في الثواني الاخيره، ما رموش المنديل خالص، وفي اخر دقيقتين سجلوا هدفين. مباراه ايران والولايات المتحده، لان خلاص انا في وجهه نظري انجلترا ضمن الصعود حتى بعد التعادل مع امريكا، انجلترا هي اللي اقرب للفوز لتحقيق ويلز. لكن يعني حتى لو تعادلت برضه ستتاهل، لكن انجلترا تريد تحقيق الفوز عشان تبقى صدارة المجموعة. لكن مباراة ايران وامريكا مباراة يعني سياسية، مباراة في المقام الاول، لا هتبقى مباراة الاول والثاني والثالث، مباراة يعني طبعا. فعلا هتبقى صعبة يعني طبعا. انا يعني اخشى ما اخشى ان المباراة تتنشط بس المنتخبات الاسيوية عاملة شغل لغاية دلوقتي. لو وقفنا عند ايران وعند السعودية المفاجأة الحقيقة المنتخبات الآسيوية نتائج أكثر من رائعة، على عكس القارة الأفريقية فوز وحيد، و غانا والكاميرون والسنغال برضو يعني خسائر باستثناء فوز وحيد في الجوله الثانيه للسنغال، بقيه النتائج حوالي يا اما تعادل يا اما هزائم. القاره الاسيويه على النقيض تماما، انتصارات تعادلات، يمكن هو الهزيمه الوحيده كانت بتاعه المنتخب السعودي، ومع ذلك قدم المنتخب السعودي مستوى جيد. فعليا الكره الاسيويه حقيقه مفاجاه كبيره جدا، مفاجاه في هذا المونديال. من ضمن المفاجات في هذا المونديال هي المستويات الجيده للكره الاسيويه. طيب نتكلم عن المجموعات شويه، احنا معانا الثمان مجموعات دلوقتي، خلينا نتكلم سريعا. هنسالك اسئله كده ايه سريعا، نبدا بالمجموعه مثلا، خلينا نروح على طول على المجموعه الاولى بقى، نبدا من الاول. هولندا، السنغال، قطر، الاكوادور. هولندا مركز اول، و السنغال او الاكوادور، انا اتمنى السنغال لكن شايف ان الاكوادور هي الاقرب. فرصه الاكوادور اعلى. طيب انجلترا، ايران، امريكا، ويلز. متوقع انجلترا وامريكا، بس المنافسه بين امريكا وايران هتكون صعبه جدا، كان متوقع انجلترا وامريكا. اوكي طيب المجموعه الثالثه، الارجنتين، السعوديه، بولندا، والمكسيك. مجموعه صعبه جدا، مجموعه صعبه جدا. اتمنى تكون الارجنتين والسعوديه، ولكن الواقع الواقع ممكن استاذ احمد يقول التمني وبعد الواقع يعني ما اتمناش ده، يعني التوقع ده يحصل، بس بولندا والارجنتين اتوقع رغم ان الاثنين هيلعبوا بعض، ممكن الارجنتين تكسب بولندا، لكن نتيجه الامس صعبت بعض الشيء من فرص السعوديه. لكن انا متعشم ان السعوديه تقدر تفوز على المكسيك، لان المكسيك الحقيقه في المباراتين لما يقدموا مستويات مقنعه. ماشي الرابعه، فرنسا، استراليا، تونس، الدنمارك. فرنسا والدنمارك. تمام الخامسة، اسبانيا، المانيا، كوستاريكا، اليابان. اتمنى اسبانيا والمانيا عشان قوة البطولة، لكن لو المانيا اعتقد اسبانيا واليابان. يا اسبانيا واليابان، لألمانيا اليوم لو ان لم تفز الموضوع انتهى. صح انتهى خلاص. مغرب، كرواتيا او كرواتيا يعني، بلجيكا وكندا. يعني بلجيكا دي على فكرة المجموعة دي صعب تتوقعها جدا، تصدق بقى فعلا جداً. ليها ظروفها كده المختلفة. لو المغرب اليوم عملت نتيجة إيجابية ممكن المغرب ليها فرص كبيرة، لكن لو للأسف اتغلبت هتبقى ظروفها صعبة. أنا أتوقع بلجيكا والمغرب. أوكي. يعني توقع. يا ريت. طيب المجموعة السابعة، البرازيل، صربيا، سويسرا، والكاميرون. ممكن البرازيل وصربيا رغم هزيمة صربيا في الجولة الأولى، لكن صربيا ككواليتي لاعبين وكتشكيلة أقوى من سويسرا. الكاميرون بالتأكيد بره الموضوع خالص. للاسف برضه للاسف، لكن ما قدموه في المباراه الاولى لا يعطي اي امل ان هم سينطفئوا في الجولات المقبله. ماشي اخيرا عندنا المجموعه الثامنه، اورجواي والبرتغال وغانا وكوريا الجنوبيه. مجموعه صعبه جدا، بالمناسبه البرتغال واورجواي بكره هتكون مباراه سائريه للبرتغال، ان اورجواي اخرجت البرتغال من ثمن نهائي مونديال روسيا، بس انا متوقع ان البرتغال واورجواي. على ذكر البرتغال، فكرك المستجدات المتعلقه بكريستيانو رونالدو واعلان النادي فسخ التعاقد او انهاء التعامل معاه في توقيت يعني حرج زي اللي هو يعني اعلنوا الخبر من خلاله، فكره ان كريستيانو رونالدو اكيد الخبر ده هيبقى له انعكاسات عليه بطبيعه الحال، ان ما كانش ليها انعكاسات على المنتخب كله. اشمعنى في التوقيت ده فعلا؟ يعني الكلام ده احنا بقى لنا شهر تقريبا يا كريم بنتكلم فيه، وقال لك على شهر واحد هيتم الاعلان بشكل رسمي، بعد كده هنشوف كريستيانو هيروح فين، وقال لك اوريدي في عروض من انديه سعوديه وغيره، بس ليه تحديدا دلوقتي فعلا يتم الاعلان بهذا الشكل من قبل مانشستر يونايتد؟ لان المقابله مع بيرس مورجان حينما نشرت بشكل كامل الموضوع كان هيبقى صعب، ان التصريحات بتاعت كريستيانو المقابله حينما نشرت بشكل كامل كان صعب، لان كان في هجوم على ليزرز الملاك لمانشستر يونايتد. بالمناسبه مانشستر يونايتد سبحان الله بعد اعلان فسخ عقد كريستيانو رونالدو بعديها بثلاث ساعات مانشستر يونايتد طلع بيان اعلن فيه انه بيفكر في بيع الملاك، اعلنوا في التفكير خلاص في بيع النادي. بس كريستيانو خبط جامد،
جدا، خبط جامد جدا. وعلى فكره بعد اعلان الخبر ده يعني من امبارح للنهارده برضو مستمر هو في التخبيط، وفي كلام بيتلقح كده بين السطور وحاجات في فعلا في بعض المصادر يعني بتتكلم في القصه دي. لكن كريستيانو رونالدو مش عارفين هيروح فين لسه. الاكيد والمصادر مصادر موثوقه، محطه سي بي اس الامريكيه واحده من اشهر محطاتها في الولايات المتحده الامريكيه، وايضا صحيفه الشرق الاوسط اكدوا ان النادي النصر السعودي قدم عرض لكريستيانو رونالدو لمده 3 سنوات بيضمن انه يلعب لغايه سن ال 40 عام وبراتب اجمالي راتب 225 مليون دولار. العرض لا يعني رقم ممتاز، رقم كبير والله. معقول يا هوان يعني انا مش عارفه نرفض ليه، بس يعني مش عارفين لسه الامور هتمشي ازاي. هل رونالدو هيستمر في المستوى العادي؟ هقعد اعدد لكم انا بقيت الفقره على اعمل كده. بسم الله ما شاء الله. مش عارفين حتى الان هل رونالدو هيستمر في المستوى العالي في اوروبا، ولا هيقرر ان هو يتجه انه يختم مسيرته في المملكه العربيه السعوديه. طبعا بالتاكيد انا اتمنى اشوف رونالدو في المنطقه العربيه. عندنا في مصر ليه وينور الدنيا؟ ما يجي عندنا، ما احنا عندنا دوري حلو برضو على مزاج. بالتاكيد نتمنى يعني ده حدث، ده يعني لو رونالدو راح الدوري السعودي يبقى يعني تسليط ضوء عليهم بشكل كبير جدا. هم عشان كده برضو ده من اسباب انهم بيفكروا يستقدموا. حتى كان الامير يعني عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضه السعودي في حوار مؤخرا ليه من كام يوم قال بشكل واضح انا اتمنى ان رونالدو وميسي يجوا، لان ده هيساعدنا على تطوير مشروعنا في تطوير الكره السعوديه وزياده قوه المنافسه في الدوري السعودي. فانا اعتقد ان لسه هنشوف اللي ممكن يحصل. كاس العالم هو اللي هيحدد. رونالدو قال ان انا مش موضوع مانشستر يونايتد خلاص رميته ورا ظهري، وانا بركز في المونديال. هو يريد الوصول لابعد نقطه ممكنه. بالتاكيد هو طبعا يحلم بالفوز بكاس العالم طبعا. لكن منتخب البرتغال خط دفاعه في قلق كبير جدا الحقيقه. يعني منتخب البرتغال يستقبل هدفين من غانا، ده امر صعب جدا. فانا اعتقد ان الامور هتبقى بالنسبه للبرتغال صعب ان تحقق بطوله. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل لكريستيانو رونالدو ان شاء الله في شهر يناير المقبل باذن الله ان شاء الله. رائع جدا. طيب خلينا ناخد بقى يعني نروح المغرب. نروح على المغرب معانا الكاتبه الصحفيه والناقده الرياضيه الاستاذه حنان الشخاعه. اهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي يا فندم. اهلا زميلي كريم، اهلا بكل ضيوفك، واهلا بكل اوفياء قناه الاهلي والشعب المصري الشقيق. طبعا احنا في مصر سعداء جدا الحقيقه مبدئيا كده. مجرد ان المنتخب المغربي مشارك في النسخه دي من كاس العالم دي في حد ذاتها كانت مصدر سعاده كبيره لينا. وحضرتك اكيد ادرى مني بكتير عن طبيعه العلاقه اللي مبنيه بالكامل على المحبه بين الشعبين، يعني حتى بخلاف الرياضه وكره القدم في محبه من قديم الازل بين الشعبين المصري والمغربي. واكيد كلنا تابعنا بمنتهى الشغف والاهتمام كل اللقاءات اللي خاضها المنتخب المغربي حتى هذه اللحظه. عايزين نعرف راي حضرتك بقى في القادم ان شاء الله، فرص المنتخب المغربي ايه فيما تبقى من المونديال؟ الاكيد هي علاقه متينه وعلاقه قويه بين الشعبين المغربي والمصري، ودائما ما تحتاجوش فقط مباريات كره القدم، كاين عبر عن المحبه والعلاقه القويه ما بين الشعبين الله يدومها. كنا نتمنى الاكيد ان يكون المنتخب المصري متواجد بنجمه كبير محمد صلاح، ولكن شاء الله ان يكون موجودا. ونتمنى ان المنتخب المغربي يكون يسعدكم ويكون يعودكم على غياب اصدقاء محمد صلاح على هذه النسخه المونديال في ارض العرب قطر. المنتخب الوطني المغربي قدم مباراه كبيره امام كرواتيا، انتزع نقطة، وكان بإمكانه الفوز لو كانت النجعة هجومية وتعامل بشكل جيد خاصة على مستوى مربع عمليات منتخب كرواتيا. ولكن النقطة اليتيمة أمام وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا هي نقطة إيجابية ومحفزة للأسود. اليوم طقوس المباراة ومعطيات المباراة وحتى أسلحة الناخب الوطني وليد الركراكي ستختلف مع هذه المباراة، لأن المطلوب هو الفوز من أجل البقاء ولا الإبقاء على حدود المرور إلى الدور الثاني، بحيث أن عيون المغاربة وكذلك المجموعة الوطنية والناخب الوطني وليد الركراكي على التأهل إلى الدور الثاني لتكرار إنجاز المنتخب 86، ولو أن المهمة صعبة داخل مجموعة صعبة لأطلق عليها مجموعة الفوز. من الأول وقت القرعة قلنا أن الحظوظ متساوية، لا فرق ما بين منتخب كبير ومنتخب صغير، لأن من يتأهل إلى كأس العالم الأكيد أنه من المنتخبات الكبيرة. وشفنا كيف أن منتخبات اللي ماشي بمنتخبات ماشي بقيمة منتخبات أخرى فقط أنها تفوز، وخير دليل هو هزيمة المنتخب الأرجنتيني
خلال الجولة الأولى أمام منتخب السعودية. منتخب السعودية لما تنقلوش من حظ ولا من إمكانياته اللي دائما تكون كبيرا في المونديال، عودنا على التألق وعلى تحقيق النتائج الإيجابية. اليوم عقارب الساعة متوقفة هنا بالمغرب وأعتقد كل الدول العربية، لأن الأمل كبير وكبير أصدقاء العميد رومان سيف من أجل الانتصار ومواصلة الإبحار لأبعد نقطة في مونديال العرب بدولة قطر الشقيقة. إن شاء الله كل التوفيق لكم أستاذة حنان، بنتمنى لكم أكيد هنا من مصر كل التوفيق لكل منتخباتنا العربية، والنهاردة أكيد كل المصريين هيشجعوا أكيد المغرب بالتوفيق بإذن الله، ونبارك لك بإذن الله، نتمنى ذلك. شكرا جدا الناقدة الرياضية حنان الشفاع. طيب أستاذ أحمد، الوقت خلاص تقريبا انتهى تقريبا يعني، بس كانت قراءة أكثر من رائعة حقيقة. نشكرك جدا على وجودك معانا. ربنا يخليك يا مسيح، نورتنا وإن شاء الله نسعد بوجودك معانا. لسه المونديال هيبتدي يسخن أكثر وأكثر الفترة الجاية، وأكيد هيبقى لنا كلام. شوف بقى توقعات أستاذ أحمد هيحصل فيها ايه. أيوة. كم في المية هتبقى صح؟ الحاجات دي بفلوس، خلي بالك. خلاص ماشي. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي بقى مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه. انت اللي هترجع بس نوضح. انا صح النهارده؟ ايوه صح، ده انا فعلا. خليكم معانا.